اليوم كما تبعتوا معنا كان اول جلسه تتعلق بالمحاكمه ديال الدكتور تادي حسن والمعاه. كانت الجلسه الاولى اللي اساسا كتقدمنا فيها بطلب ديال الصلاح المؤقت، استثناء على اساس انه هؤلاء الاشخاص اللي اليوم معتقلين، اقصد بالذكر الدكتور حسن التازي والزوجه ديالو والاخ ديالو، عندهم كافه الضمانات باش تخلي انه محاكمتهم تتم في حاله صلاح. اولا، ثانيا، قرار الاعتقال لم يراعي مجموعه من المعطيات، لانه اليوم نعتقل الدكتور لا سوابق له، عنده كافه الضمانات، ونعتقل معه ما يزيد على 1000 او 2000 شخص. اليوم المصحات اللي كان تيسير الدكتور التازي والتي تشغل ازيد من 2000 شخص اليوم تعيش حاله توقف، تعيش حاله شلل، واللي خدا القرار ديال الادعاء ديالو لم يراعي ذلك. اليوم هناك اشخاص عرضه للشارع، رمضان لم تؤدى اجورهم، ولم يراعي من قرر الاعتقال كل هذا. ونقول بانه هذا شخص ليس بمجرم خطير، هذا شخص عنده كافه الضمانات، هذا شخص لا يخاف منه ولا يخاف عليه. اليوم المناخ العام اللي كاين ديال الحريه في المغرب، واللي اسسه دستور 2012 قياده صاحب جلاله، تعطي من البدائل ومن الضمانات الشيء الكثير اللي تيخلي انه اليوم المغاربه من حقهم انهم يتحكموا في حالات صراحة، ومن حقهم انهم تكون عندهم قرينه البراءه. للاسف اليوم في بعض الملفات كنلقاو جهات اخرى اللي عندها راي اخر، وتصر على ارجاعنا الى الزمن البعيد، الزمن ديال سنوات الرصاص، الزمن اللي اليوم المناضلين والحقوقيين ناضلوا من اجل انه تكون عندنا مسطره جديده. للاسف باقي هذا النظره عند البعض، وانه يصرون على ان يقدم الاشخاص رغم انهم عندهم جميع الضمانات، رغم انهم لهم جميع الشروط اللي يعني تمكن انهم يتحكموا محاكمه عادله، تيقرروا انهم يتدعوا في السجن لا لشيء الا لارضاء غريزه ان الشخص يجب ان يوضع رهن الاعتقال دون مراعاه يعني لكل الضوابط. صك الاتهام راه كيف ما هو معروض فيه مجموعه من الافعال متعلقه بجرائم التجارة في البشر، ومجموعه من الجناح المتعلقه بالزوير في وثائق عرفيه. الحاله الصحيه ديال انا كيف ما نقلتها للمحكمه ونقلناها بامانه، على اعتبار انني زرت هذا الاسبوع المتهمين اللي كنعزلهم ثلاثه، يعيشون وضع صحي لا يحسن عليه، في حاله انهيار نفسي، في حاله انهيار صحي، في حاله يعني يعيشون حاله دمار داخلي لا يمكن ان يتصور ولا يمكن ان يتحمل، وهذه ماساه. ومن خلالكم انا تناشد كل من له غير على القضاء في المغرب، وكل من له غير على المواطنين ديال المغرب، انه تحرك باش نقولوا بانه كفى 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 من المحاكمات اللي لا اساس لها، يعني ما عندهاش مبرر موضوعي يمكن ان تعرض المقتضاه على انظار القضاء. ولكن اللي تنأكد لكم في الاخير اننا جد مرتاحين، اننا جد مرتاحين، لان الملف ديالنا اليوم معروض امام القضاء، قضاء مستقل، قضاء نزيه، قضاء اللي خلانا اليوم ان نشتكي اليه بكل ما مس هؤلاء الاشخاص، وعد اليقين التام ان الدكتور التازي ومن معه سينصفون، وان نهايه هذا الملف ستكون نهايه اللي كيتمناها كل مغربي، المواطن المغربي لم يرتكب شيئا ووجد نفسه وراء قضبان السجن. ماشي المتمسك قدمت بها انايا كدفاع بالنسبه للحسن التازي ومنيا بن شبرون لا يتعلق بالصراحه المؤقت، واكيد طلب الصراحه المؤقت الذي تقدم به باقي الدفاع، انما تقدمت هو واحد النقاش اللي هو قانوني صرف ويتعلق برفع حاله الاعتقال، على اعتبار بان المده ديال الاعتقال الاحتياطي تجاوزت ما هو منصوص عليه في قانون المسطره الجنائيه.
كدفاع ربطنا بأنه جميع القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق لها امتداد بالنسبة للغرفة، وجميع التمديدات التي يقوم بها قاضي التحقيق تلزم وتؤثر الغرفة الجناحية الاستئنافية لقرارات قاضي التحقيق، وعلى اعتبار بأن المؤازرين بجوج ما تبلغوش بقرار ختم التحقيق والإحالة على الجلسة إلا بتاريخ 7/4، في حين أن الاعتقال كان بجوج 4، بمعنى كاين واحد الفراغ وكاين واحد الهامش نؤطره كما أطره المشرع المغربي باعتبار بأن مدة الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن تتجاوز السنة، شهرين قابل للتمديد 5 مرات، ونقول بأنه تم تجاوز أجل السنة للبت في الملف وإحالته على غرفة الجنايات. طالبون كان رامي إلى رفع حالة الاعتقال طبقا للقانون، وهذا كيبقى نقاش قانوني، وكما تطرقت به في الجلسة فإن ما سيحسم هذه النقطة القانونية هي محكمة النقض. البت في طلب ديال الصراع اخر جلسه الحاله الصحيه ديال الدكتور تازي نعم الحاله الصحيه ديال الدكتور تازي وطبيعي جدا على الناس ملي كتكون معتقله وداخل الحبس لمده ديال سنه في واحد الاعتقال اللي هو احتياطي، ملي كنقولوا اعتقال احتياطي راه ما عندهمش الادانه، راه الناس غير متابعه بشي افعال اللي زعما تبتاج بانهم فعلا ارتكبوها. كانت هذه المرحله ديال التحقيق وتم استماع الاطراف وتم استماع جميع الناس اللي ما اعتبروش مشتكين، ما كاينش مشتكي في الملف، ما عندناش مطالب بحق مدني في الملف، عندنا مجموعه ديال الاشخاص اللي هي كتعمل داخل واحد المصحه، كاينه واحد معلومه توصلت بها الفرقه الوطنيه، بناء عليها تم انشاء هذا الملف هذا والاستماع الى جميع اطرافه. وملي كنقولوا بان الناس راه كاينه في الحبس، راه حبس هذا داكشي اش كنقولوا، الناس كتوفر فيهم جميع الضمانات القانونيه، باقي ما تاكدتش بان الافعال تم ارتكابها او لا، ممكن الناس تكون عندهم البراءه، ممكن ديك الافعال انها ما تكونش نهائيا جرميه، ممكن هذيك الافعال ما يكونوش هما اللي قاموا بها، ما عندهمش شي علاقه بها، ما عندهمش علم بها، وهذا هو اللي فعلا لاحظنا حنايا في الملف. داكشي علاش حنايا في طوال المرحله ديال التحقيق كانت تقدم طلبات ديال الصراح وكانت تقابل بالرفض، قلنا الى حين انتهاء ديال التحقيق، ولكن انتهى التحقيق وبقاو الناس في حاله اعتقال رغم ان الامور ماشي بهذاك الشكل اللي كيتصوره الناس وداك الشيء اللي كيروج، راه الامر بسيط جدا وما فيه زعما شي حاجه اللي تحتاج فعلا اعتقال الشخص في اطار انه يشتبه به. كل دفاع على من يؤازر وناقشنا والتمسنا من المحكمة، أولا تأخير الملف للإطلاع وإعادة الدفاع، ثانيا طلبنا الإفراج المؤقت، كل دفاع طلب الإفراج المؤقت على المؤازر ديالو، هادشي اللي كاين. ناقشنا الضمانات الحضور، ناقشنا مقتضيات المادة 161 اللي فيها التدابير اللي يمكن تاخذ المحكمة نظير الإفراج المؤقت على المعتقل. الملف أخر لجلسة 4/5 من أجل المناقشة في جوهر القضية، وحجز لي المداولة لآخر الجلسة للنظر في الإفراج المؤقت. يصعب علي الآن نقول لك سك الاتهام لأنه طويل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.